السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة Accredited Laboratory، ومعكم محاضرة جديدة من الـ ISO 17025-2017. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الـ Impartiality، النهاردة هنتكلم على الـ Confidentiality وهي سرية المعلومات. أحب ألخص لك متطلبات المحاضرة اللي فاتت في كلام بسيط جدا. أول حاجة مطلوب من حضرتك إنك تعمل Risk Analysis على المعمل كله، تشوف إيه الريسك Due to Impartiality وتبدأ تتخلص منه. طيب الكلام ده هتحطه في بروسيدر، يبقى هتعمل الريسك والاكشن اللي هيتاخد والبروبابيليتي يعني احتماليه الريسك ده قد ايه. بعد كده نقطتين مهمين جدا هتحطهم داخل البروسيدر بتاعتك، اللي هي امتى الريسك ده بيتراجع. يبقى الريسك ده بيتراجع كل سنه في المانجمنت ريفيو، دي حاجه مهمه جدا. طيب النقطه الثانيه، لو في ريسك حصل خلال السنه، في الحاله دي المعمل لازم ياخد اكشن حسب درجه الريسك ده او درجه خطوره الريسك ده. فبالتالي النقطتين دول هيتضافوا برضو في البروسيدر. الحاجه الثانيه المطلوبه من حضرتك اللي هي impartiality declaration او commitment to impartiality، اللي هو الالتزام بالحياد داخل المعمل، وده مكان الconflict of interest. لو عايز تسميها conflict of interest مفيش مشكله، ما قالش ما تسميهاش conflict of interest، ولكن الافضل ان انت تطبق المذكور في الايزو الجديد تطبيق حرفي، هيبقى افيد ليك قدام الاسسور. طيب الـ impartiality declaration او commitment to impartiality دي هتبقى مختلفة من الـ analyst للـ management، يعني هتعمل واحدة للـ analyst واحدة للـ management، كله حسب وظيفته وتأثيره في المعمل، مش هتبقى ثابتة للكل. هنتكلم النهاردة على confidentiality وهي سرية المعلومات. وسرية المعلومات هنا دي نيو كلوز موجود في الايزو ده، ولكن في 2005 برضه كانت موجودة ان انت لازم تحافظ على سرية المعلومات، هنا موجود طبعا كلوز ده بشكل مفصل جدا يعني. ولكن هو لازم ان انت تحافظ على سرية اللاب اكتيفيتيز واللاب ريزلتس اللي ليهم علاقة بأي كاستمر عندك، وهو ده الموجود في الكونفيدنشاليتي ريكويرمنتس. وزي ما بنعمل او هنعمل في كل محاضرة ان شاء الله، هنتكلم على المتطلبات، وفي اخر المحاضرة هنتكلم على ازاي نطبق البند ده. أول حاجة بنقول إن 4-2-1 بتقول the lab shall be responsible through legally enforceable commitment for all information obtained or created during lab activities performance, and if the lab wanted to release some information related to these lab activities, in this case the lab shall inform the customer in advance, except for information that the customer already makes them publicly available or when agreed between the customer and the lab. معنى الكلام ده طبعا بمنتهى البساطة ان المعمل لازم يحافظ على سرية المعلومات الخاصة بالكاستمر بتاعه، سواء lab activity او lab results. ولو المعمل حب ان هو يحط مثلا بعض المعلومات الخاصة بالكاستمر دي على الويب سايت، بعض المعلومات النتائج اي حاجة من اللاب اكتيفيتي او اللاب ريزلتس اللي ليها علاقه بالكاستمر ده، يحطها على الويب سايت بتاعه او ينشرهم في الاعلام او ايا كان. في هذه الحاله المعلومات دي طبعا لازم تكون ما تضرش الكاستمر بتاعه، والحاجه الثانيه ان هو لازم يعلم الكاستمر بالكلام ده، يعني بياخد منه موافقه على ان هو يعمل الكلام ده، يبقى بالتالي لازم المعلومات دي تكون ما تضرش بالكاستمر بتاعه. طيب ما عدا ايه بقى؟ ما عدا بعض المعلومات اللي هم اصلا اتفقوا عليها من البدايه، ان في بعض المعلومات والله هنخرجها دي عشان المعلومات دي هتزود الثقه عند الاذر كاستمرز، الكاستمرز التانيين، زي مثلا وليكن البي تي ريزلتس مثلا. لو انا عايز احط مثلا البروسيدور بتاعتي، لو انا موافق ان انا اطلع مثلا الفاليديشن ريزلتس بتاعتي، فبالتالي انا بثبت للاذر كاستمرز ان انا عندي ثقه عاليه في النتائج بتاعتي، فبالتالي دي حاجه هتفيد المعمل، فده لازم يكون باتفاق بين المعمل وبين الكاستمر. طبعا في النقطه دي الاكشن ممكن يتاخد the lab shall make a contract with the customer that the lab shall keep all information related to the customer confidential between the lab and customer except for some information that can provide higher confidence to other customers. وممكن تكون كمان تكتب كمان ايه الانفورميشن اللي ممكن تعملها publicly available بحيث انها تفيد المعمل بتاعك او تفيد سمعه المعمل بتاعك قدام الاذر كاستمرز. طبعا مش كل المعامل محتاجه ان هي تعمل كونتراكت مع الكاستمرز كلهم اللي بيقولها، ولكن لو انت مثلا شغال في government lab، في الحاله دي انت الكاستمر بتاعك هو الجفرمنت دي نفسها، فبالتالي انت
مش بتعمل كونتراكت مع كل الكاستمرز اللي بيجوا لك عن طريق الجوفرمنت، ولكن انت بتعمل ورقه اسمها كونفيدنشال ديكلاريشن. زي ما قلنا الامبارشاليتي ديكلاريشن برضو هتعمل كونفيدنشال ديكلاريشن ان انت هتحافظ على سريه المعلومات الخاصه بكل الكاستمرز اللي بيجوا لك عن طريق الجوفرمنت. لكن لو انت معمل خاص وبيجي لك كاستمرز بيحللوا عينات عندك بفلوس عشان خاطر يصدروا البرودكتس مثلا من دوله لدوله او يبيعوا البرودكتس بتاعتهم داخل الدوله اللي انت فيها، في الحاله دي انت ممكن في هذه الحاله مطلوب منك انك تعمل معاهم كونتراكت. الكونتراكت ده هتكتب فيه ان انت ملزم ان انت تحافظ على سريه المعلومات الخاصه بالكاستمرز بتوعك، وزي ما اتفقنا except for informations that you already agreed with him to make them publicly available. تاني حاجة عندنا when the lab required by law to release some information about the customer shall be notified in this case unless the lab prohibited by law. وده طبعا بمنتهى البساطة ان لو في customer عندك عنده مشكلة قانونية ليها علاقة بالنتائج بتاعته او البرودكت بتاعه او ايا كان، وطبعا سألوك ان انت تطلع بعض النتائج الخاصة بالكاستمر بتاعك، ففي الحالة دي انت لازم هتطلعها لانه هما ده مشكلة قانونية فانت لازم هتطلعها، ولكن بتعرفه وتعرف الكاستمر ان انا طلعت نتائج معينة خاصة بيك للقانون او للدولة يعني. فإلا في حالة واحدة بس ان الدولة نفسها او الحكومة او ايا كان تطلب منك ان انت ما تعرفش الكاستمر بالنتائج اللي انت اديتها. تالت حاجة عندنا if there are informations about the customer obtained from sources other than the customer. In this case, these informations shall be shared with the customer and shall be confidential between the lab and the customer. But the source shall be confidential to the lab and shall not be shared with the customer unless agreed with him. وده طبعا معناه ان انت لو في اي معلومات حصلت عليها عن الكاستمر بتاعك من اي سورس تاني، من اي مصدر خارج اي شخص تاني او اي شركه اخرى، في هذه الحاله انت لازم تعرف الكاستمر بتاعك بالمعلومات اللي انت حصلت عليها وتكون المعلومات دي كونفيدنشال بينك وبين الكاستمر. ولكن السورس اللي جاب لك المعلومات دي لازم يكون كونفيدنشال تو ذا لاب، لازم يكون سري ليك انت، ما ينفعش الكاستمر يعرفه الا لو اتفقت بينك وبين السورس ان مفيش مشكله ان الكاستمر يعرف السورس. وطبعا اخر حاجه عندنا في الكونفيدنشاليتي اللي هي all personal working inside the lab or from outside the lab زي suppliers او customers او غيرهم يعني shall keep confidential all informations obtained during lab activities. ويمكن دي نقطه معاده ولكن هو مركز عليها لان هي دي اصلا هي الكونفيدنشاليتي، ان الاشخاص اللي موجودين داخل المعمل او اللي بيتعاملوا مع المعمل خارجيا اللي بيجي يشوف النتائج زي مثلا السبلاير الكاستمر زي الاكريديتيشن بودي ما هو برضه بيشوف النتائج شال كيب كونفيدنشال اول انفورميشنز اوبتين، كل المعلومات اللي لها علاقه باللاب اكتيفيتيز او لاب ريزلتس لازم يحافظ على سريه المعلومات دي. طبعا المحاضره لحد هنا كله كلام مرسل يعني انت لو قريته هتفهمه بسهوله جدا يعني مش محتاجني ان انا اقراه، ولكن كيفيه التطبيق هو المهم هنا. يمكن الكونفيدنشاليتي ما فيهاش شغل كتير، مش مطلوب منك حاجات كتير انك تعملها، ولكن الحاجات البسيطه دي هنتكلم عنها وانت لو عندك معلومه ثانيه يا ريت طبعا تضيف. اول حاجه بتعمل جنرال بروسيدور اللي هي كونفيدنشاليتي، الهدف منها اول حاجه البيربز تو انشور ذات ذا لاب ايبل تو كيب اول انفورميشنز اوبتيند ديورنج لاب اكتيفيتيز بيرفورمانس كونفيدنشال. يبقى انت بتثبت لاي كاستمر بتاعك ايا كان طبيعه المعمل عندك سواء جفرمنت لاب او معمل خاص او ايا كان، بتثبت ان انت هتحافظ على سريه المعلومات الخاصه بكل الكاستمرز بتوعك confidential between you and the customer. بعد كده عندك السكوب بيطبق على مين؟ مجال البروسيدور دي او مجال الconfidential على اي lab activity بتتم في المعمل ليها علاقه بالكاستمرز، يبقى applied to all lab activities. بعد كده هندخل في البروسيدور نفسها، واول نقطه اللي هي all informations obtained or created during lab activities performance shall be kept confidential between the lab and the customer except or unless requested by law. زي ما اتفقنا ودي نقطة بقت نقطة جديدة نقطة مهمة لازم تذكر، فبالتالي unless requested by law including يبقى ايه المعلومات دي؟ اول حاجة sample results. اديك مثال مثلا حصل معايا شخصيا، لو الاسسور نفسه مش هقول لك بقى كاستمر تاني او اي جهه خارجيه، لو الاسسور نفسه سالك قال لك ايه العينات اللي بتطلع دايما عندك مرفوضه،
في الحاله دي انت بتقول له والله ما اقدرش اقول لك لان احنا عندنا حفاظ على سريه المعلومات. في الحاله دي هو هيحترمك جدا وهيقبل كلامك، مش هيقول لك لا انت لازم تقول لي، لان في حاجه اسمها كونفيدنشياليتي لازم احافظ عليها داخل المعلومات، اللي هي all informations related to the lab activities shall be kept confidential between the lab and customers. تاني حاجه all documents related to the lab activity، اي حاجه الاناليتيكال ميثود اللي انت بتشتغل بيها، الفاليديشن ريزلتس اللي ليها علاقه بالميثود دي، اي حاجه ليها علاقه باللاب اكتيفيتي دي اللي هي خاصه بالكاستمر بتاعك لازم تكون كونفيدنشال. بعد كده الكاستمر انفورميشنز برضو ما ينفعش انك تخرجها بره، يعني لازم تبقى معلومات خاصه بالكاستمر بتاعك. وقبل ما ندخل في رقم 2 في البروسيدور برضو احب انبه لنقطه مهمه جدا، الداتا دي بتشمل كل حاجه عندك في المعمل. اي داتا ليها علاقه بالشغل، لو انا المعمل عندي جاهز جاهز للايزو 17025 جاهز شويه دوكيومنتس كتيره جدا، الدوكيومنتس دي انا ما جهزتهاش لوحدي، فبالتالي كل المعمل اشتغل فيها وكل الناس تعبت فيها في الاخر بقت داتا خاصه بالمعمل، وطبعا بيكون ليها علاقه بالكاستمر لانها طرق تحليليه فاليديشن ريزلتس جنرال بروسيدورز زي اللي بنجهزها دي. فبالتالي انا ما ينفعش النهارده اجي اديها لك اتفضل خدها، لان هي مش بتاعتي عشان اديها لك، حاجه انا لا املكها ازاي هديها لك. فبالتالي لازم عشان احافظ على سريه المعلومات لازم اول حاجه يكون عندي نزاهه في الحفاظ على الداتا الخاصه بالمعمل، لان دي مش الداتا بتاعتي، مش انا، ما ينفعش ان انا اديها لك وانا اصلا ما جهزتهاش بنفسي كلها، انا جهزت جزء منها او شاركت في تجهيزها، فبالتالي انا ما ينفعش ضد الكونفيدنشاليتي ان انا اخرجها. طبعا تقدر تعمل ده ولكن هيكون في الاخر حاجه غلط لان محدش هيشوفك، ولكن هيكون في حاجه فعلا حاجه خارج حدود النزاهه وخارج حدود شرف المهنه نفسه. وتاني حاجه مهمه جدا، any informations about the lab shall be kept confidential to the lab. All that may affect on the lab reputation. يبقى بالتالي انا عشان احافظ على سمعه المعمل اللي انا شغال فيه لازم كشخص شغال في المعمل احافظ على المعلومات الخاصه بالمعمل، ما ينفعش اتكلم مع الناس او اتكلم مع الاعلام او اتكلم مع الكاستمرز في حاجات ممكن تاثر على سمعه المعمل عندي، يبقى لازم احافظ على، ودي مهمه جدا، مش بس بحافظ على سريه المعلومات اللي بيني وبين الكاستمر، ولكن الاشخاص اللي شغالين في المعمل لازم يحافظوا على سريه المعلومات اللي عن المعمل نفسه عشان احافظ على سمعه المعمل. ثالث حاجه ورابع حاجه في البروسيدور بقى اللي هي كيفيه التطبيق، ازاي اطبق الكلام ده. All personnel inside the lab shall sign a confidential declaration to ensure keeping all informations confidential. يبقى كل الاشخاص اللي موجودين في المعمل هيمضوا على confidential declaration، ورقه اسمها confidential declaration او اسمها commitment to confidentiality زي ما تحب تسميها. المهم موجود فيها ان الاشخاص اللي موجوده في المعمل هتحافظ على سريه المعلومات اللي ليها علاقه بالكاستمر، او هتحافظ على سريه المعلومات اللي ليها علاقه بالمعمل عشان تحافظ على سمعه المعمل. كده لو انت مش هتعمل كونتراكت مع الكاستمر، يعني انت ممكن في حاله تانية زي المعامل الخاصه مثلا اللي هي بتحلل الكاستمرز خاصه ليهم، فبالتالي دول بيبقى بيعمل كونتراكت مع الكاستمر فبيكتب الكلام ده في الكونتراكت، وبرضه ممكن يعمل الكونفيدنشاليتي ديكلاريشن دي مع الكونتراكت. وطبعا all data obtained shall be kept secured، لازم تكون في مكان امن تحافظ على الداتا بتاعتك بحيث ان محدش يقدر يوصلها بسهوله. فانت بتشوف الطريقه اللي انت بتشتغل بيها في معملك، سواء انت عندك لمس عندك ايا كان، بتشوف الطريقه وبتكتبها برضه في البروسيدور بتاعتك في النهايه، ان انت لازم تحافظ تقول له بطريقه معينه انا بحافظ على الداتا بتاعتي دي في مكان امن. خامس حاجه عندنا بقى الاكشن اللي انت هتاخده في حاله ان انت تكتشف ان في شخص عندك في المعمل خرج داتا بره المعمل او ما حافظش على سريه المعلومات اللي ليها علاقه بالكاستمرز، او سري او ما حافظش على المعلومات الخاصه بالمعمل واثر على سمعه المعمل. في الحاله دي طبعا انت لازم تاخد اكشن. فايه الاكشن انت هتاخده وتذكره في البروسيدور دي؟ يبقى بالنسبه للكونفيدنشياليتي موضوع بسيط وسهل جدا، التطبيق فيه منتهى البساطه، ما فيهوش حاجات كتير. اول حاجه اتكلمنا عنها اللي هي البروسيدور اللي انت هتعملها، تحط فيها البنود اللي احنا حطيناها دي بالظبط، مش هتزود عنها ولا هتنقص عنها ان شاء الله. هتعمل اللي هي الكونفيدنشال ديكلاريشن او كوميتمنت تو كونفيدنشياليتي، دي هيمضي عليها كل الاشخاص اللي موجودين في المعمل. و طبعا اول بيرسونال، في بند بيقول اول بيرسونال وركينج انسايد ذا لاب اور فروم اوتسايد ذا لاب زي الكاستمرز مثلا شال كيب كونفيدنشال اول انفورميشنز، فبالتالي ممكن برضه الكاستمر يمضي على
ورقه زي دي ان هو هيحافظ على سريه المعلومات مش هيخرجها حسب الكونتراكت اللي بينك وبينه. واحنا كنا ذكرنا الاكريديتيشن بودي اللي هيجي لك المعمل، طبعا هو بيشوف الداتا بتاعتك فهو لازم يحافظ على سريه المعلومات بتاعتك، بس هو مش بيمضي عندك كونفيدنشال ديكلاريشن، هو بيمضي اصلا للحفاظ على سريه المعلومات الخاصه بالمعامل اللي بيراجع عليها كلها او اللي بيعملها اسسمنت كلها عنده، لان دي حاجه عنده برضه بند مطلوب عنده لازم ينفذه قبل ما يجي المعمل بتاعك، يبقى لازم هو كده كده هيحافظ على سريه المعلومات الخاصه بالمعمل بتاعك. بعد ما خلصنا الامبارشياليتي والكونفيدنشاليتي اللي هم تحت الجنرال ريكويرمنتس، احب بس انوه نقطه معينه اللي هي في بعض الناس بتبقى مش فاهمه ايه الفرق بين الامبارشياليتي والكونفيدنشاليتي، يعني هم بيبقوا شايفين الاثنين واحد. الامبارشياليتي هي النزاهه في اتخاذ القرار اللي له علاقه باللاب اكتيفيتيز او اللاب ريزلتس، يعني انا عندي نزاهه وانا باخد القرار في الحاجات اللي علاقه باي اكتيفيتي بتتم في المعمل او اي نتيجه خارجه من المعمل للكاستمر بتاعي. مثلا كمثال وقلناه برضو المحاضره اللي فاتت اللي هي مثلا انا شغال على مناقصه، انا بقدم الريكويرمنتس بتاعتي، مناقصه لشركه جهاز، انا بقدم الريكويرمنتس بتاعتي والسبلايرز كلهم بييجوا يعرضوا الاجهزه اللي عندهم، وطبعا بترسى على واحد معين اللي هو موافق للمتطلبات بتاعتي، فكده انا ما عنديش اي مشكله، ما فيش عندي ضغوط خارجيه، ما خدتش رشوه وخليت سبلاير معين هو اللي مديني بالجهاز، ولا كان في علاقه بيني وبين السبلاير، فبالتالي ما فيش اي ضغوط خارجيه تاثر على اتخاذ القرار بتاعي في الحاجه دي. برضه في اللاب ريزلتس لازم يكون عندي نزاهه وانا بطلع النتيجه بتاعتي، ما فيش اي ضغوط خارجيه او اي علاقه بيني وبين اي كاستمر او اي ضغط من المانجر بتاعي ان انا اغير في الريزلتس بتاعتي ان هي تكون مرفوضه وانا اقول انها مقبوله، فبالتالي هي دي النزاهه في اتخاذ القرار. لكن الكونفيدنشياليتي هي الحفاظ بس على سريه المعلومات، انا بحافظ على سريه كل المعلومات داخل المعمل اللي ليها علاقه بالكاستمر او ليها علاقه بالمعمل بتاعي. في النهايه طبعا احب اشكركم، وطبعا المحاضره مش اللي هي فيها معلومات كتير جدا لان الكونفيدنشاليتي الموضوع مش كبير قوي، ولكن كيفيه التطبيق هي المهمه، انت بتشوف النقط وبتبدا تشتغل على الحاجات اللي تناسبك منها وتشوف ازاي تطبقها عندك في معملك مش اكتر. فالمعلومات دي يمكن للناس الخبره قوي مش هتكون فارقه معاه، يعني هيحس انها محاضره عاديه جدا، ولكن لو واحد لسه جديد هتفرق معاه جدا ان هو يفهم اصلا يعني ايه كونفيدنشاليتي وازاي بحافظ على سريه المعلومات دي. وطبعا لو لسه ما عملتش سبسكرايب للقناه اوعى تنسى تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس بحيث ان كل المحاضرات الجديده تجيلك، وشير طبعا مع زمايلك في المعامل بحيث ان انت ما تستفدش لوحدك، يعني خلي الخير للناس كلها. فزكاة العلم زي ما اتفقنا تعليمه او نشره. اشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضره الجايه نتكلم على structural requirement. السلام عليكم ورحمه الله.